انا اللي بشكركم على ان انتوا كنتوا بتشتغلوا فعلا في ظروف صعبه، ويمكن احنا لو قلنا لبعضكم يعني اتكلم على الحوادث والاعاقات اللي تمت اثناء شغلكم في السنين اللي فاتت هنسمع كلام كتير قوي. اللي اتخطف قريبه، واللي اتخطف ابنه، واللي اتحرقت له معدات، واللي حذر من ان هو ما يكملش. وعشان كده الحقيقه الفكره هنا ان احنا النهارده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، وزي ما انتوا بتقولوا كده ان الارهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياه، مش التنميه بس، الحياه، حياه الناس، لان ما فيش امان، الناس ما تعرفش تعيش حتى لو كانت عايشه. يعني لو الناس عايشه في مكان وما فيش في امان، الناس ما تبقاش عايشه. فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الجيش والشرطه، وبفضل ايضا ابناء سيناء. لما اجتمعت القلوب، قلوب الناس، كل الناس على قلب رجل واحد، اتحلت المساله. احنا بقى لنا 8 سنين او 9 سنين بنعمل ده.